التنبيه عليه أن كثير من الناس هدانا الله إياهم يظن أنه لابد أن يدور حول هذا الدوار الذي هو حول الصفا وحول المروة، والصحيح أن بداية الطواف يكون من الصفا والنهاية يكون عند المروة، والبداية والنهاية تكون هنا عند حد العربات. فلا يلزم ما يفعله كثير من الناس الدوران حول هذا الدوران كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، ومنهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله الجميع.